السلطة الفلسطينية أعلنت قطع كافة العلاقات مع إسرائيل ووقف التنسيق الأمني. ردت إسرائيل على هذه القرارات بوقف التنسيق المدني، وهذا يعني وقف تلقي الحالات الطبية والعلاجية والأمور المستعجلة بشكل كامل. هذه القرارات التي اتخذت دون أخذ إجراءات احتياطية أخذ يدفع ثمنها أطفال مرضى بالسرطان، مستشفيات الضفة الغربية غير قادرة على تقديم العلاج لهم. أنا ما بعرف ليش يعني وقفوا التنسيق، يعني ما بعرف شو يعني التنسيق. أنا هلا ليش يعني ما أكمل علاجي؟ يعني حكت لنا إنه لازم أكمل علاجي، ولهلا ما يعني ما في إشي، قاعدين نستنى إحنا. أنا ما بعرف شو يعني التنسيق أمني، ليش ما أكمل علاجي أنا؟ الوضع الطبي لمياس شبه بالقنبلة الموقوتة، ففي كل دقيقة تمر يفقد فيها مياس وقتا من عمره وحياته. الآن جلد مياس يشن حربا عليه، وهذا ما يبرر البقع التي بدأت تظهر على وجهه وعلى جسمه. وحتى لهذه الجزئية لا يملك هذا المستشفى الدواء المناسب لوقف هذه الحرب. مياس لأنه هلأ هو ما عنده زمر الدم أصلاً، والصفائح هي عبارة عن صفائح مشعة بيحكوا لها، غير متوفرة في كل مستشفيات الضفة. إحنا تواصلنا مع جميع مستشفيات الضفة بشكل شخصي، ومن بعد ما أثرنا الضجة المستشفى الحكومي رام الله الحكومي تواصلوا مع المستشفيات الخاصة والحكومية الأخرى، وتم رفض استقبال حالة مياس، وتم وصف مياس بأنه عبارة عن قنبلة موقوتة ممكن تنفجر في أي وقت وما بيقدروا يتعاملوا معها. مرضى السرطان تحديداً يعانون من نقص الأدوية المطلوبة لهم، والسبب إسرائيلي أيضاً، فهي تمنع دخول المواد الطبية المشعة للأراضي الفلسطينية لأسباب أمنية. ومن هنا اضطرت السلطة الفلسطينية دائماً وأبداً في حالات السرطان تحديداً إلى تحويل الحالات الطبية إلى الداخل، لكن هذه الحالات أو هذه القرارات اصطدمت بقرارات سياسية بعدم التعاطي مع الجانب الإسرائيلي، دفع ثمنها المرضى الذين لم يتم توفير بديل لهم. مظبوط احنا مش تنسيق بيننا وبين اولاد عمنا، ولكن ان شاء الله انه بنقدر نرتب لك اي شيء بنقدر نسوي لك اياه، احنا حاضرين. 4 أيام مضت وحتى الآن لا زال هذا الوعد كلام دون تطبيق، بينما يدفع مياس ثمن كل دقيقة تمر من حياته. من رام الله فاتن علوان، الحرة.